طبعا بدأت طريق الإنشاد. أنا قبل ما أبدأ أي حاجة كنت يعني شقيت المشوار بحفظ القرآن الكريم، وبعدين لما ابتدت تظهر موهبة الصوت في تلاوة القرآن يعني تلقائيا بقى، يعني لقيت نفسي بسمع الأناشيد القديمة وأنشدها وأدندنها مع نفسي. تمام، نظرا لتواجد إذاعة القرآن الكريم في بيتنا يعني 24 ساعة ما بتفصلش، فأي فواصل إذاعية من ابتهالات مشايخنا الكبار، سيدنا الشيخ عمران، سيدنا الشيخ نقشبندي، سيدنا الشيخ الفشني، كنت الأمسيات الدينية. امسيات كنت بتعلق بها جدا، وبحاول ان انا اقلد اي فاصل من فواصل الابتهالات دي وانا قاعد مع نفسي في اي وقت. فالموضوع ابتدى انه يتحول من يعني هواية لهدف. يعني انت كنت الاول هاوي ان انت تدندن وتنشد، ابتديت يعني اللي حواليا طبعا من الناس اللي بتحبني قالوا لي يعني حاول ان انت تسعى في ويبقى لك يعني اسم في المجال. يعني في ناس كتير بتاخد يعني فرص ما تستحقهاش يعني، وناس مش ما عندهاش موهبة يعني، بل يعني الفن ده هادف وكفاية انك بتمدح سيدنا النبي وكده. فالكلام شجعني شوية ان انا ايه اتواصل يعني اول يعني. طبعا الكلام ده يعني كنت متعلق طبعا هاوي فتره الاعدادي والثانوي، يعني اول ما دخلت الجامعه ابتديت اللي انا ايه احاول اخد خطوه. اي انشطه بقى في الكليه وفي الجامعه كنت بشارك فيها. يعني كان في مسابقه اسمها اندى الاصوات، جامعه الازهر، لا ده كانت في جامعه الازهر 2014 مستوى كليات جامعة الأزهر. تمام، والحمد لله رب العالمين اشتركت فيها وحصلت على مركز أول مكرر. تمام، كان مركز أول زميلي صابر حسني، والحمد لله اتكرمنا من رئيس الجامعة في حفل كبير، في حفل اختتام الأنشطة الدراسية. تمام، وكان في طلبة من كلية علوم، وكان في طلبة من كلية تجارة وهكذا. فطبعا بفضل الله طبعا كلية الدعوة فيها يعني دائما الأساتذة يعني الاستاذ بمقام الوالد او الدكتور بمقام الوالد، مش بيبقى قصه تلميذ وطالب. فطبعا اختاروا اللي هم المراكز الاول وابتدوا ان هم يرشحوهم للفضائيات، ومن هنا بدانا الطريق. يعني لقاء تلفزيوني، بعدين جر حفله، بعدين تمام اذاعه مثلا، بعد كده دخلت بقى حوار المسابقات المحليه والدوليه. اشتركت في مسابقه الفائزون الدوليه المتنظمها محافظة بورسعيد برعاية السيد اللواء عادل الغضبان سنة 2019. تمام، احنا كنا 90 مبتهل من على مستوى دول العالم. تمام، الحمد لله رب العالمين. بعد تصفيات 5 مراحل اترشحت من ضمن 8 لتمثيل جمهورية مصر العربية. تمام، انا وخمسة كمان مصريين بفضل الله في المرحلة النهائية حصلت على المركز الثالث مكرر، واتكرمت من خلال السيد اللواء عادل الغضبان واعضاء لجنه التحكيم سيدنا الشيخ دكتور الطاروطي واستاذ المنشد حسام صقر. تمام، ومولانا رئيس اللجنه الاستاذ الدكتور عبد الكريم صالح. كانت من اهم المراحل في حياتي اللي بعتز بيها على المستوى الشخصي، لان اتعرفت بيها على منشدين من عيار تقيل جدا، على اساتذه كبار في المجال، اساتذه في النغم وفي المقامات وفي تلاوات القرآن وفي الأناشيد وهكذا يعني. والحمد لله يعني أدينا بنحاول نسعى يعني مؤخرا الحمد لله رب العالمين. يعني في عمل مشترك ما بيني وبين الأستاذ محمد حسين المرعشلي، إن شاء الله هنطرحه في الهجرة النبوية بإذن الله، أنشودة بعنوان نور الهدى للشيخة المرحومة الفاضلة الشيخة سيدة عبد الرازق الشافعي، والحان وتوزيع استاذ محمد ياسين المرعشلي. ان شاء الله وخلاص هنصور ان شاء الله في خلال اسبوعين، وهتذاع ان شاء الله في الهجره النبويه ان شاء الله باذن الله.